إلغاء السلع التموينية وصرف 1000 جنيه شهريا لكل فرد و5000 جنيها شهريا للأسرة. مقترح جديد لوزارة التموين بإلغاء الدعم العيني وتقديم دعم نقدي بديلا عنه. فما الذي كشفت عنه الحكومة اليوم في هذا الشأن؟ وهل بالفعل سيتم إلغاء دعم الخبز أم لا؟ دعونا نتابع معكم آخر التطورات الخاصة بالتموين والدعم من خلال هذه التغطية. مبلغ من المال بدلا من الحصص التموينية لكل فرد من مستحقي الدعم التمويني. كان هذا آخر ما كشفته الحكومة اليوم في سبيل تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، حيث أفصح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني عن تفاصيل مقترح الحكومة بشأن تقديم الدعم النقدي بديلا عن الدعم العيني. وقد قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إن فكرة الدعم النقدي مقترح بإمكانية استبدال العيني إلى النقدي، بمعنى أن كل فرد من أفراد الأسرة يحصل على مبلغ معين وليكن 1000 جنيه، يعني إذا كانت الأسرة من 5 أفراد تحصل على 5000 جنيها شهرياً. وسبق وتم طرح هذه الفكرة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترددت أخبار عن إلغاء الحكومة للسلع التموينية واستبدالها بدعم نقدي، ولكن وقتها نفت الحكومة قطعيا هذه الأخبار. وفي ذلك الوقت كان وزير التموين علي المصلحي أطلق تصريحات حول توجه الوزارة إلى تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين القبول والرفض. والآن عادت هذه الفكرة للطرح من جديد ويتم دراسة هذا المقترح. أما فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، فقال المستشار محمد الحمصاني أن الدولة ستظل مستمرة في الدعم، ولكن لا بد في لحظة ما العمل على تقليل الفجوة ولو بقدر ضئيل لتتمكن الدولة من تحمل باقي الأعباء، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في دعم رغيف الخبز نظرا لأهميته. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد اليوم أهمية حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات الخاصة، ذلك بجنوب الوادي وتوشكا، حيث تطرق إلى فاتورة ما تتحمله الدولة وفاتورة الدعم للمنتجات الرئيسية التي تحملتها الدولة على مدار الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يقودنا إلى الحديث عن منظومة الدعم بصفة عامة وخاصة رغيف الخبز في فترة ما قبل جائحة كورونا، حيث كان يدور الحديث عن ضرورة التحريك في سعر رغيف الخبز، وأننا كدولة أصبحت فاتورة الدعم للخبز لدينا كبيرة للغاية، ولكن الخبز سيظل مدعوما، ولكن لابد من تحرك يتناسب مع الزيادة الكبيرة التي تحدث. كذلك استعرض رئيس الوزراء ملامح تحرك الدولة في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيع الدولة الرغيف ب5 قروش، ليكون إجمالي ما تحصل عليه الدولة من هذه الكمية 5 مليارات جنيه فقط. وبحديثنا عن الخبز المدعم، ننوه أن مؤخرا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم اقتصار صرف الخبز والسلع على محل إقامة صاحب البطاقة التموينية، ويقتصر صرف الخبز ببطاقة التموين من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التي يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومي منذ أكتوبر لعام 2021، وذلك وفق وزارة التموين. أيضا ننوه أنه قد يتعرض المواطن إلى إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، وذلك دون معرفة السبب وراء ذلك، وعليه يمكن من بوابة مصر الرقمية إمكانية الاستعلام عن أسباب إيقاف بطاقة التموين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت.
مشاهدينا، كانت هذه هي كل الأخبار الجديدة التي كشف عنها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم، والخاصة بمنظومة الدعم. انتهت تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمال، شكرا لكم، إلى اللقاء.